شنو اللي صار وشفنا الشعارات اللي ترفعت من هنا والرد وشفنا قيادات راه قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وامناء عامين يعني اللي جاوا باش يعملوا كل صد المنيع ولات يعني مثلث ما بين نقب صحفيين الدستوري الحر والاتحاد العام التونسي للشغل. شنو اللي صار ما بين الدستوري الحر والصحفيين؟ من وين انطلقت الحكايه؟ هو في الاصل كونه نمنوا بدور الاحزاب واي قطاع من القطاعات سواء كان قطاع الصحافه او قطاع الامن او قطاع القضاء وغيره يلزم يكون فما مواقف للاحزاب، لكن للاسف انه الاحزاب دورها كما الحزب الدستوري الحر كان المفروض من 2019 عمل معناها نصف مده نيابيه اني قدم تصورات ولا ربع ورقه ولا سطرين معناها تعدى عليه انه فماش معناها اطار تشريعي وكان موجود في البرلمان بكتلة برلمانية وكان بإمكانه يعمل تحالفات أو على الأقل يقترح مرت أمامه مقترحات خطيرة كانت مس وعمل حتى شيء. فما سياسات عمومية فما ضرب وفي 2019 منذ بداية العهدة في الوقت ذاك كانت تمثل قوة شعبوية داخل البرلمان كتلة شعبوية وتهاجم حرية معنى الصحفيين معناها بالمجان للظهور. عبير موسي من اكثر صحيح كانت فما كتل اخرى اللي هي كانت كيما الكرامه مثلا على كتله ايضا شعبويه وصفناها في المنظمه في مراسم بلا حدود بهذا بهذا الشكل، ولكن عبير موسي لم تقدم في اي مره من المرات اي مقترحات عمليه في اي مجال، هي معناتها اشبه بالسياسيه يوتيوبر والا تحب تعمل لانفلونس دايور الريفلكس نتاعها الاولاني انها تمد التليفون مش حتى حد يصورها، استناني يا مدير الاقليم خش التليفون، هي تنجم تكون في المجالات هذيك تعمل الانفلونس على روحها ماهيش قيادات. الحاجه اللي اخرى تغيظ انه معناتها التسميه نتاع الحزب اللي هو حزب تاريخي في تونس وبقى حتى حزب الثعالبي الى معناها مطلعها كان عام 63 وعمل جريده اسمها الاستقلال بعد الاستقلال تسكرت معناها بعد 52 بعد 62 وغيرها معناتها هذه احزاب كانت في علامات معناها الناس احنا نقولوا اللي كل الارث الايديولوجي التونسي ما في ذلك الارث الدستوري والارث القومي والارث الاسلامي والارث اليساري اشتراكي والشعب ماذا بينا لي توندونس يكونوا موجودين، لكن تكون في اطار نتاع بناء مش في اطار نتاع تشليك اولا كل هذه التجارب السياسيه اللي ولات معناها هذايا المنجز معناها السياسي نتاعها انها تمشي الى مقرات نقابات باش تهاجم. شكون النقاب اللي رفض الحوار مع حزب من الاحزاب؟ لا نقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين ولا الاتحاد العام تونس الشغل ولا اي نقابه في تونس اللي هي مبنيه على المنطق نتاع الحوار. اما انت جي والاشياء المعطيات اللي تقدم يا سيدي اعطيني تصور واضح، اعطيني حاجات اتهامات احنا داخل القطاع نقولوا اللي فما خلل، اللي فما مسائل وجب تعديلها، الوجوب اصلاح القطاع وهذا يتحكى من 10 سنين، اما انه بالشعبويه هذه ما فما ينش يكون كان رد نتاع النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين بهذا الشكل، العباد هذه يلزم معناها ماهيش المواجهه، الخطر ماهوش على الصحافه فقط، هذه اخطر على البلاد، ناس معناها ودير هي حتختار حتى على الحزب نتاعها، واختار على التوجه والارث الدستوري، من ناحيه اخرى العباد هذه ما نعرفش كيفاش مخليين الباتين ده بين ظفرين اللي هو الحزب تعمل من 2013 اليوم عند سيده لا تفقه الا انها هي تعمل التشويش وتعمل الضجيج وتعمل الحس اللي ما يقدمش ولا يمكن بحال من الاحوال انه يبني. الناس اللي في النقابه عملوا مقترحات لتشريعات رغم ان هما ما كانش عندهم كتله برلمانيه، الناس اللي في نقابه الصحفيين عملوا كتاب كامل للبوليتيك بوبليك دي ميديا، تواصلوا مع كل المنظمات الوطنيه والدوليه، تواصلوا مع كل الحكومات حتى اللي لكن جي سيده وتقوم بهذه الشعبويه اللي لا يمكن تقدم بنا بحال من الاحوال. احنا كما كل مره نحاولوا باش نتصلوا بمن هو معني بموضوع ما، لكن للاسف الشديد احنا ما نجمناش نحصلوا على حتى حد من الدستوري الحر. سيده عبير موسي وعديد القيادات من حزبها كانوا استضفناهم، انا شخصيا معناتها استضفتها اكثر من مره وكان ثم احترام متبادل. اليوم خذيت المساله منعرج، واليوم يلزم الاحزاب تفهم راه منافسهم السياسي مش الصحفيين ومش المجتمع المدني، ماكش تدخل انت معاه في سباق انتخابي. يعني اليوم انتخابات انت باش تدخل مع حزب اخر. دونك اليوم علاش المرور ببون تعمل بون؟
هكا هذه تاع افلاس يا مريم، تاع افلاس. هذه عبد ما عندوش مشروع سياسي، هي تقول يحب يكون حاضر. التمويل اللي ماشي النقابة الصحفيين، التمويل جاي من فما قضاء، فما جهات معينه تنجم. راهو الادعاء هذا راهو ادعاء بالباطل على قطاع، على قطاع هو كامل. موجود سمير وقت اللي فما تدريبات تعمل فيها في لو فامو بروغرام دابي او ميديا تونيزان اللي هي تعيط ديما بي ام تي ان موجود. هذا معناها هذه معناتها الاعلام. بالعكس احنا في حاجه الى الشراكات، ما هي ما تحب تكون امراه دوله ولا تكون امراه دوله، تكون امراه دوله. راهو هذا الاتحاد الاوروبي ولا غيره، ولا من غيره من, من الهياكل الدوليه اللي تدعم في تونس. انا حشيتها تي عندنا مشكله تو كي ان هما بعض قطاعات اللي هما يحبوا يوقفوا عليها نظرا لان فما احتجاجات من التونسيين مثلا في مساله الامن، في مساله العدل وغيره. احنا في المستوى اللي نتعاملوا مع الجهات الدوليه بالعكس احنا ندفعوا ان تواصل تمويل، لان في حاجه لها، سواء للمؤسسات، سواء لتكوين الصحفيين، سواء لوضع تصورات، ثم انه هذا لله للعبير تنجم تشوف التقارير تطالب بهم حتى كمواطن تونسي. واي مواطن تونسي من حقه انه في مبدا الشفافيه انه يقول الاموال هذه اللي دخلت لتونس، اللي دخلت عبر وسائل بطبيعه قانونيه طبعا. عبر البنك المركزي التونسي وموجوده في ديكونت موجوده في تونس. يا خويا ايجا حسب العباد، لو كان يكونوا بالوضوح اي اخلالات من نوع ان يكون فما فساد او تكون عدم شفافيه، احنا نكونوا مع الموقف هذاك. لا يمكن بحال من الاحوال انه ناس تدافع على الاصلاح انها تكون مع، لكن اعطيني وهات اجهزه الدوله كيف كيف تجيب على هذا، بما في ذلك جهاز القضاء اللي هو جهاز دوله، وفما لجان اللي هي لجان ماليه اللي يمكن تتحرى في هذا. احنا مع المحاسبه واحنا مع المتابعه، ماناش ضد، لكن بالشكل هذا اللي هو شكل لا يضيفه للحوار العمومي في شيء، لا يضيف لا قطاع الصحافه ولا غيره من القطاعات، بما في ذلك الجدل اللي عملته في على مساله المركز نتاع القرضاوي. يعني هذه الكليكة طرق المعالجه هذه هي طرق نتاع بيت اللي يكون خالي من المضامين، ما عندهاش افكار، فتحب تعمل الحس، عملت برشا حس، وفي نهايه الامر هذا سيمر، لانه مش هذه تونس، مش هذه المعالجه، مش هذا الحوار، مش هذا البناء، فقط لانه في اطار فراغ، ما فماش بدائل سياسيه، ما فماش احزاب اذا اخرى، حتى الاحزاب الاخرى ما تقدمش، دونك تنجم عبير موسي تعمل مثل هذه الفوضى.